السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه واعره كنسميها مشروب السحري، فيها بزاف ديال الحوايج اللي مزيانه للصحه ديالنا. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتخليو ليا في لي كومونتير كي جاتكم. اي تبعوا معايا دابا الوصفه. غادي نزيدو واحد شويه ديال النجيمات، دونك جوج ديال النجيمات، شويه ديال القرفه عواد، اي شويه ديال القرفه غبره. غادي ندير لا كاردامون، ما عرفتش سميتها بالعربيه، قولوها لي في الكومونتير الله يسر عليكم. اي غادي نزيد شويه ديال لا موسكاد، دونك الكوزه، شويه ديال الكوزه، اي 300 مليلتر ديال الماء. غادي نسخن هادشي كامل حتى يغلى، وغندير في واحد كاس اخر شويه ديال الحليب وغادي نديرو يسخن. فوالا ها هو غلى ليا، وغادي ندير فيه اتاي فيغ خضر، شاي الاخضر، حيت نورمالمون كيديروا فيه شاي اسود، انا ما كيعجبنيش دونك درت شاي اخضر. غادي ندير الحليب ديالي، غادي نخليه شويه بيان سور نخدمو بوغ ندير لاموس، نخدمو مزيان. اي فوالا دابا غادي نبدا نصفي هادشي كله، غادي نصفيه نخلي واحد يتانفوزا واحد 5 ديال الدقائق، وابخي نصفيه نزيدو على الحليب ديالي ونتوقو بواحد شويه ديال القرفه غبره، وبصحه وراحه.